مساء الخير ابو جورج. احنا بشكرك اول شيء في انه قلت انه نسوي الفيديو هذا في زمن الصوم، تحديدا في اخر زمن الصوم ان شاء الله الاحد الجاي، هذا واحد الشعرين عند اللتين. حكينا المره الماضيه بخصوص سر الاعتراف وقديش هو بيكون ضروري اكثر في زمن الصيام، خاصه لانه في ناس هلا اكثر بتكون صايمه. ولكن ظهر تساؤل عند البعض، وانا بشوف انه هو تساؤل عند كثير ناس، انه في ناس بتقول انه احنا عايشين بحسب مصاري المسيح، بنزنيش، بنسرقش، ما بنغشش حدا ولا بنظلم حدا، وفي نفس الوقت بنروحش على الصلاة ولا حتى بنصوم ولا بناخذ قربان الأقدس، فشو المشكلة؟ يعني هم ناس اصلا بيروحوش على الصلاة، ولكنه بقول لك انا بالعربي بطبق وصايا العشرة، خلينا نقول لا بسرق ولا بزني ولا بشهد بالزور ولا اخره، وحتى في ناس بيكرهوش حدا يعني وبزعلوش حدا، ويعني حتى عايشين حياة اجتماعية ممكن يساعد فكرة كمان بالضبط اكثر منه ومنك مثلا، بس بيروحوش على الصلاة، شو المشكلة مثلا؟ او اشي رائع، ولكنه نسي وصية مهمة اللي هي احفظ ايام الاحد والاعياد، ونسي ايضا لما المسيح قال خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي ابذله من اجلكم. فانا بسمع وصية من المسيح، او هي مش مجرد وصية، هي امر، خذوا كلوا، فهي كلوا هي فعل امر في تناول جسد المسيح باستحقاق طبعا. ففي رجل غني اجى سأل المسيح، قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له لا تقتل، لا تسرق، لا تزني. قال له هاي كلها حفظتها من وأنا صغير، كلها أنا هاي مطبقها. هل كان هذا كافي بالنسبة للمسيح؟ وافق، قال له أوكي أنت كل شيء تمام؟ لا لا، ما كان كافي. هاي أمور رائعة، وأنا أحيي هذول العلمانيين اللي بيطبقوا هاي الأمور وبيساعدوا الفقراء، وهذا إشي أكيد الله ما بنساه. ولكن المسيح اللي مات عشاننا، وهو مش هو اللي ارتكب الخطية، احنا الخطاة وهو البار، مات عشان الخطاة، يقول بولس الرسول. هل لا يستحق منا بان نشكره ساعة واحدة في الاسبوع؟ ما بيستحق كل هذا العناء؟ وفوق كل هذا هو مش مجرد مات وانتهت القصة، هو مات وقام ومهدلنا، فتحلنا حياة أبدية اللي نعيش معه ونشاركه، ونشارك الله في الطبيعة الإلهية. فهل هذا الإشي لا يستحق شكر ساعة في اليوم؟ هو أكيد يستحق، لكن إذا في مجال نكون أقرب بالنسبة للإنجيل، شو رأي المسيح مثلا؟ طبعا تحكيت سفر المثل الغني، إنه حكى له حتى لو بتطبخ الوصايا لازم انت تكون بمعنى، طبعا انه انت متحد مع المسيح، انت صحيح بطبخ الوصايا ولكن في نفس الوقت انت منشغل في العالم الدنيوي، لانه هو كان شخص غني وكان صغير في العمر برضه. ولكن هل المسيح قال شيء مثلا بخصوص انه الناس اللي هي مسيحيه ولكن لا صلاه ولا صوم ولا؟ طبعا قال وشدد عليه في سفر الرؤيا في رسالته الى كنيسة اللادوكية، ومن نشوف هذا الكلام موجود في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا والاصحاح الثالث والعدد 14 وتابع او 15، بيقول اني عالم باعمالك فلست باردا ولا حارا، وليتك بارد او حار، أما وأنت فاتر لا حار ولا بارد فسأتقيأك من فمي، فلأنك تقول أنا غني وقد اغتنيت فما أحتاج إلى شيء. إذا نحن هنا في كثير لما كنا نكره هذا الكلام، نقول شو حار وفاتر وبارد، يعني مش فاهمين شو بقصد، وليتك حار أو بارد، أما لأنك فاتر فسأتقيأك من فمي. فإذا هنا خطورة المسيحي الفاتر. إذا إحنا أمام ثلاث أنواع من البشر، في عنا النوع الأول هو البارد، أي اللي ما بعرف المسيح بالمرة،
وعندنا النوع الثاني اللي هو الفاتر، اللي هو بعرف المسيح ونال سر العماد المقدس والقربان والميرون وكل ما إلى ذلك، ولكنه بارد، عنده كسل روحي، ما بيطبق الوصايا ولا عايش حياة المسيح ولا هو مرتصق في المسيح. هو بعرف وبيحب المسيح ولكن حبه لا يكفي، مش كفاية. والنوع الثالث اللي هو اللي بده إياه المسيح، اللي هو الأرض الطيبة، الأرض الجيدة اللي بنمو فيها الزرع، وبعطي البعض 100 والآخر 60 والآخر 30 كل حسب طاقته. هذا هو النوع اللي بطلبه المسيح، هو اللي عرف المسيح واللي بيطبق وصيات واللي بكل حرارة، لأنه حار، إنه بكل حرارة بكل حماسة بيكون متحمس ومتشوق للمسيح ودائما بلبي نداءه. ولما بروح على الصلاة مثلا هو بروح لأنه بيحب المسيح. هي صلاتنا مش فريضة، مش مجرد فريضة، الصلاة هي حب متبادل بيننا وبين يسوع المسيح. فهمت عليك. هلا انت ذكرت جملة في الحكي انه هذا الانسان بيعرف المسيح، يعني كأنه بتقول لي انه في ناس هي بتعرف المسيح ولكن في ناس بتعرف عن المسيح، هيك قصدك؟ شو الفرق او شو هالإنسان؟ طبعا في فرق زي ما انت قلت ما بين اعرف يسوع وما بين اعرف عن يسوع. لا، لما انا اعرف المسيح اي انا بختبره، بعرفه، بتحدث معه وهو بتحدث معي، في علاقة بيني وبينه، مش مجرد انا سامع. العلاقة لما يكون أنا في علاقة بيني وبينك، بدي أكون علاقة محبة بيني وبينك، هاي العلاقة بتكون إني أنا هيني بحكي معك. كيف أنا بدي أحكي مع الرب؟ بالصلاة. أنا لما بصلي، لما بقول أبانا الذي في السماوات، أنا بتكلم مع أبوي الذي في السماوات. إذن أنا مبخاطب وبحكي وبكله لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. إحنا لما بنروح الصلاة، لما بنصلي للرب، إحنا المستفيدين. الله لا راح يزيد ولا ينقص، الله هو مالئ الكل، مش راح يعني مستني صلاتنا حتى يزداد مجده أو يزداد عظمته. هو عظيم، هو موجود عظيم فيا أو بلا، لكن الصلاة هي لمنفعتنا إحنا. فأنا بالصلاة بتكلم معه. هلا لما أنا بدي أتكلم معه هو برضه بده يتكلم معي. طب أنا كيف بدي أسمع صوته؟ أنا بسمع صوته من خلال قراءة الكتاب المقدس. بفتح كلام الكتاب المقدس، شو بدك مني أنت يا رب اليوم؟ وبكره، أو ممكن أنا أقرأ وأصل لهان وأحط ورقة وثاني يوم أكمل. فبشوف أنا إنه الرب وكأنه بخاطبني كلام خاص فيا إلي أنا، كأنه كلام موجه إلي، رسالة موجهة إلي. إذن هاي أنا بحكي معه وهو بحكي معي، وهي هاي كبداية علاقة. وفي كمان إنه ألتصق فيه أكثر بإنه أعترف له بخطيتي، وزي ما حكينا المرة الماضية عن سر الاعتراف، إني أنا أصفي بيني وبينه. لما يكون في مشكلة بيني وبين حبيب أو قريب أو أخ أو أي إنسان، بيكون في بيننا مشكلة ومش مخالصة، مش متصفين بين بعض، بتكون دائما في فصل بيني وبينه، في حاجز بيني وبينه، فبيكون علاقتي بيني وبينه جافة. فلازم أنا أجلس مع السفير اللي هو سفير اللي هو الكاهن حتى أخلص كل هاي الأمور، أخلص الخطايا اللي بيني وبينه. وطبعا هو زي ما قال عنه يونان النبي، انا عرفت انك رؤوف رحيم وطويل الأناة وانك راح تسامح اهل نينوى، عشان هيك انا ما رحتش عندهم لاني عارف انك راح تسامحهم، لانه هو كان عنده تشدد عنصري وكان حاب انه ربنا يهلك اهل نينوى قبل ما تخلص مهله اللي حددها. فبالاعتراف انا بخلص كل هاي الامور وبنال الغفران وبحاول قدر إمكان إني ما أرجع للخطية، وتدريجيا بتقل خطاياي حتى شبه تختفي. فيش حدا طبعا ما بغلط، ولكن يعني في فرق بين خطية وأخرى. ولما يكون برضو في علاقة بيني وبينك، أنا بدعوك
لوليمة. فالرب بدعونا لوليمة، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. شو وليمة الرب؟ هي القربان المقدس. فلما أنا أروح للكنيسة، أنا بروح لدعوة، لتلبية دعوة المسيح اللي يقول خذوا كلوا هذا هو جسدي. فأنا بلبي هاي الدعوة. لما أنا بعزمك على وليمة بدعوك وأنت ما بتأكل، أنا بزعل منك، أنا بتضايق منك، أنت كسفتني، أنت ما نولت الطعام اللي هو طعام الحياة الأبدية. ليس كالمن اللي أكلوا أبائنا، اللي أكلوا مات، لكن اللي يأكل الجسد المسيح لا يموت، طير الموت أبدا. بس السؤال اللي هو تكملة الحديث اللي انت حكيته، انه خلينا نصور علاقة المسيح فينا بعلاقة انسان لكن الانسان، وحكيت انه المسيح بيدعونا لزيارته او للعشاء عنده، خلينا نحكي في سر القربان المقدس، ولكن كيف انا بدي ادعو المسيح عندي على البيت مثلا؟ المسيح لازم ادعوه يدخل حياتي ويتدخل في كل تفاصيل حياتي، في العسر واليسر. لما تلاقيني مشكلة، أنا لما بدي أواجهها ما أواجهها لحالي، يا رب تعال اتدخل وإكف معي في هاي المشكلة. وبتشوف كيف يد الرب العظيمة، زي ما بيقول في رسالة يعقوب، صلاة البار تعمل بقوة عظيمة، راح يفعل. هلا لو أنت شفت في وقتها بأنه كان الحل مش مرضي لك، لكن راح تكتشف لاحقا، ممكن قريبا جدا، أنه هذا هو كان الأفضل لك، وانه احسن انه صار معك. لو صار معك، لو مشى زي ما انت كنت مفكر، كان خسرت او كان ما زبطت معك، كان صار هيك. عطايا الرب عطايا صالحه دائما. انت صلي وحط ايدك في ميه بارده، خلي ربنا يتدخل ويجتهد انت في حل المشكله وفي الفرح كمان. هلا مش انه انا لما وقع في زنكه في مشكله اقول لا يا ربنا، اذا بدي امشي معك انا هاي الشغله بتوفيش، لانه انت بدك تكون لي سامع، بدك تقول لي لا ما تغضبش ما تغلطش، وهان المشكله هاي بزبطش معها، هيك انا لازم اغضب، لازم اكسر، لازم اسوي. فخليك بهمش يا رب، صف على جنب، انا هاي بدي احل هاي المشكله. حنيتها الرب راح ينسحب، لانه ما بجبرك وما بيغتصبك، وبيحترم حريتك، لانه خلقك على صورته ومثاله حر، فبيحترم حريتك، فبينسحب. وانت بتواجه الشيطان لحالك، الشيطان الغضب، بتواجه شيطان الحقد، وبتكع بتسقط في خطيتك، وبتكون عواقبها وخيمة. عشان هيك دائما ادعو الرب انه يدخل حياتي، مش بمجرد ايقونات او بهذا. هاي الايقونات هي دائما بتذكرنا بصورة المسيح، بتذكرنا بألام المسيح، بتذكرنا بعطايا لنا. الصليب دائما بذكرنا انه اللي هو بطل أداة موت، هو صار أداة حياة أبدية، به نلنا بالمسيح نلنا الخلاص اللي مصلوب على الخشبة. العذراء مريم التي بتصلي من أجلنا دائما وبتحن لنا وفي صلاتها من أجلنا. لكن مش هاي إنه أنا دخلت المسيح لبيتي، يعني أنا مجرد حطيت أيقونت المسيح، دخل المسيح بصلاتي، ودائما كل مسيح حاضر معي، حاضر مع عيلتي، ودائما بتدخل في كل تفاصيل حياتي. قبل ما اشتري اي شغله، خصوصا الاشياء الثمينه، اني اصلي، هل يا رب انت راضي عن هذا الاشي اللي انا مسويه؟ اذا انت معي فليكن ذلك، اذا انت مش معي فلا. يعني زي شاب كان ناوي يشتري ارض ويحط كل ثروة وكل المصاري اللي محوشين، وكان ياخذ ارض فصلى، قال يا رب انت راضي عن هاي الارض؟ ففي اخر يوم اتصل اخو صاحب الارض وقال له هاي الارض اخوي لا يملكها وفي عليها مشاكل، واشترى ارض احسن منها وبسعر افضل والى اخره. على سبيل المثال البسيط، يعني انه لما انا ادخلها، انا حتى مش بس في السماء، انا حتى على الارض انا بكون في عناية اب سماوي. ابن الارض كان واحنا صغار يعتني فينا ويدير باله علينا، فما احرف الاب السماوي اللي عالم كل شيء. هل افهم انك هذول هنا الكفايه الصلاه؟ انا بدي احاول الخص اللي انت حكيته. لخص اللي حكيته، الصلاه، سر الاعتراف، قراءه الكتاب المقدس،
يعني هي انت بس لو بتفكر فيها ارضيا، علاقة بيني وبين شخص بحكي معه بالصلاة، بحكي معي اني انا بقرأ كلامه في الكتاب المقدس، بلبي دعوته للقربان المقدس. لما يكون في تاتش، ودائما احنا بنخطأ، دائما نخطئ، يوميا نخطئ، بعساس اصفي كل المشاكل بيني وبينه سواء صغيرة ولا كبيرة عن طريق كرسي الاعتراف، خصوصا قبل العيد. هلا احنا مدعوين لهذا الكرسي الاعتراف، نحدد نشوف الكاهن، ابونا انا بدي اعترف. ما نستحي، لا تستحي يا بني ان تعترف بخطاياك، يقول يشوع بن سراخ. وفي الامثال بيقول لك من يكتم خطاياه لا ينجح. لا تكتم خطاياك، ايه بوح فيها، انت مذنب لازم تقولها، ما تستحي. فابونا انا بدي اعترف، واروح انا اعترف عند الكاهن واصفي هاي الامور، البي دعوته. وبهاي الامور هي بكل بساطه هي كافيه. طب انا خليني انا احاول اربط السؤال اللي سالتك اياه باللي حكيته هلا. زي كانه الانسان اللي بيعرف عن المسيح، حكينا انه في واحد بيعرف المسيح، الشخص اللي انت اعطيتني اياه هلا اللي هي طريقه المعرفه الحقيقيه المسيح، وفي ناس بتعرف عن المسيح. زي كانه الانسان اللي انت حكيته، الانسان اللي بيعرف عن المسيح هو بيكون مسيحي اجتماعي، يعني احنا عايشين هيك المسيحيه، هو بيعيش زينا. احنا للاسف اغلب مسيحيتنا هنا هم للاسف كل من الناس اللي بتعرف المسيح بالشكل السليم، او اللي عندها خلينا نقول المسيح الحار. اغلبنا ناس اجتماعيين، مسيح اجتماعي. المهم في العيد الفصح، هذا العيد اللي فيه بنصبغ فيه البيض، هذا عيد البيض، بدي اجيب صبغه عشان اولادي يصبغوا بيض، في عندنا حفله بدنا نحضر الحفله، بدنا نرقص، انو رايح معنا، اتصلوا فيهم شوفوا بدهم يروحوا معنا نشتري كرتات، انو المغني الجاي، شو بدنا نلبس، شو الاواعي، شو المصاريف. وبتاخذنا كل هاي الشكليات وبتبعدنا عن المسيح، وبتبعدنا عن جوهر العيد. اللي جوهر العيد انه المسيح القائم، انه يكون في قلبي في مسيح ميت في حجرة قلبك. قلبك هو قبر في المسيح ميت، دحرج الحجر عن قلبك، خلي المسيح يقوم ويعيش فيك وينور ويجدد حياتك ويخليك إنسان قلبا نقيا، أخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، غير قلب الحجر اللي يصير قلب فيه عاطفة، فيه قوة، فيه ضمير، فيه حياة، ينبض، ما يكون قلب ميت. فهي تجديد، والإنسان دائما بحاجة لتجديد. عشان هيك الكنيسة بتحط لنا أعياد، إنه العيد الميلاد المسيح يولد في مغارة قلبي، ولكن بعد هيك تجينا الصوم. هو الصوم مش مجرد صوم، هو زمن الصوم والتوبة. إحنا بالصوم هو زمن ارتداد، منتوب حتى نكون دائما عندنا هذا التجديد، دائما يقوم المسيح في قلوبنا، ودائما يظل صاحي، ونكون مستعدين دائما، لأنه الشيطان هو كأسد زائر يجول ليفترس الضحية اللي بعاد عن المسيح. بالضبط، إذا أنا داخل حظيرة المسيح، المسيح هو الراعي الصالح، راح يحميني من كل هاي الهجمات، وراح يعطيني القوة اللي أقدر أطلع منها بكل بساطة، لأنه هو القوي، هو اللي بدافع عني. لكن لما أنا بكون خارج هاي الحظيرة ورافض تدخل المسيح في حياتي، بكون أنا ضحية، فريسة سهلة لأي ذيب، لأي أسد، بأنه يفترسني، وبأنه يبعدني أكثر وأكثر، وبأنه يخليني أتعمق واتجذر أكثر في الخطية، بكون بعيد أكثر. ولو ظاهريا أنا بكون أصلا تعيس، وزي في آخر استطلاع للرأي في أواخر 2011 أظهرت بأنه المسيحيين المؤمنين هم أكثر ناس سعادة في العالم في هذا الاستطلاع، وهذا استطلاع من أكبر شركة لاستطلاعات الرأي، وهذا إشي إحنا افتخرنا فيه، لأنه إحنا عندنا فرح في الرب. بيقول في رسالة في ربي فيلبي افرحوا في الرب وأقوله أيضا افرحوا. كان يتكلم بولس الرسول هذا الكلام وهو كان في السجن، كان مسجون ومحبوس وكان على وشك الإعدام، ولكنه كان فرحان ويتكلم بفرح، لأنه فرح الرب لا أحد يقدر ينتزعه منه. هذا وعد من المسيح.
دائما الانسان بشعر بفرح وبسعاده. فهذا هو الروح القدس المعزي اللي بيعزينا وسط الشدائد وسط الصعاب، بالرغم من الضيقات اللي بنكون فيها، لانه احنا بنكون فرحين. المسيح نفسه لما كان حامل الصليب ورايح للموت بيقول بولس الرسول انه كان من اجل النور، من اجل المجد اللي امامه، هو كان فرح، كان فرحان، ما كانش حزين لهذه الدرجه رغم وسط المصاعب والضيقات، وكان تعذب ودان اقصى انواع الاعدامات في العالم، والجلد الروماني الصعب. حد علمنا انه 100 جلده، والمجلد الروماني كان قاسي جدا، كان في نهايات في كل المتشعب عظم حيوانات ماضيات، فكان يجرح. طب خليني يعني اخر شيء اللي انت حكيته هو كيف الانسان يكون مسيحي حقيقي مش مسيحي اجتماعي اللي حكيت هلا، لكن اظن هذا السؤال اللي بسالك اياه هو برضه بيجي على بال كثير ناس. هل اللي بتحكي فيه انت يعني جابه انت من عندك، ولا هل مثلا في المسيحيين الاوليين في العصر المسيحي الاول ولاحقا، خلينا حتى لو لاحقا، المسيحية كانوا يعيشوا هيك، ولا احنا لحالنا بنحكي هيك؟ بلكي كانوا كلهم مجتمعيين مثلا، هاينا هاينا مناح زي ما بده المسيح وبكف. لا ما كان هيك. في اول مطلع المسيحية كان في مفكر وثني معروف في هذاك الوقت، لا اذكر اسمه، كتب رسالة لصديق مسيحي له ثاني، فكان له احكي لي عن المسيحية اللي دينكم، دين جديد طلع واحنا ما بنعرفش اشي عنه، فاحكي لي شو هم المسيحية، شو بيختلفوا عنا، هم زينا ولا مش زينا، كيف احنا ما بنعرفش اشي عنه. فجاوبوا يعني باخذ اقتباسات من جوابه عن المسيحية، قال له في رسالته، قال له انه المسيحيون لا يتميزون عن سائر الناس بشيء، لا بوطنهم ولا بلغتهم ولا بلباسهم ولا عاداتهم، زيهم زي باقي الناس، ولا يتكلمون لغة خاصة، هم بتكلموا عادي حسب وطنهم، منتشرون في المدن اليونانية وغيرها حسب نصيب كل منهم وحسب عوائد البلاد وإلى آخره، ولكن بيقول إنهم في الجسد ولكنهم لا يحيون حسب الجسد. شو أنا حسب الجسد؟ هي العادات الاجتماعية، كل حياة دنيوية، حياة تتعلق بالأرضيات، تتعلق بالمال، المال هو وسيلة وليس غاية، وكل هاي الأمور الحفلات احنا مش ضدها، ولكنها هي وسيلة فرح، مش هي العيد، العيد هو القيامة، مش العيد هي الحفلة. إذن يعيشون على الأرض إلا أنهم مواطنو السماء، احنا مواطننا السماء، الأرض هي وسيلة حتى نعيش فيها ونتوصل للسماء. يخضعون لشرائع البلاد إلا أن طريقة حياتهم تسمو على هذه الشرائع، احنا مش متمردين، احنا بنعيش وبنطيع رؤسائنا على هاي البلاد، ولكن في شريعة خاصة فينا، إيماننا هي تسمو على كل هاي الشرائع، شريعة المحبة، حبوا بعضكم بعضا، حبوا أعداءكم، ما فيش شريعة في كل العالم بتقول أحبوا أعداءكم. إنه إذا بده يظهر كيان بده يطالب بمحبة العدو، إذا هو كان كيان أرضي راح يفنى، ما بزبطش أنا أتساهل مع العدو، العدو بينفيني، ولكن المسيحية بالمحبة ومع اضطهاد 10 أباطرة، ما قبل سنة 300 ميلادي 10 أباطرة اضطهدوا المسيحيين بالقتل والتعذيب والصلب والنفي والهذا والحرق ورمي للأسود، إلا أنه كانت المسيحية تنتشر وانتشرت بشكل مش طبيعي حتى شملت أغلب نواحي البلاد، لحديت ما اضطرت الإمبراطورية الرومانية تعلن المسيحية هي دين الدولة. وصار برضو عن طريق معجزة، يعني مش معجزات وليس معجزة، كان الجنود اللي يسجنوا مسيحي يصيروا الجنود كلهم مسيحية أو أغلبهم يصيروا مسيحية من 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 حب، من محبة هذا الأسير المسيحي، من قداسته، من عدم خوفه، من فرحه هو في السجن، فكانوا كلهم يصيروا مسيحية مجرد ما يكلمهم عن المسيح وكان يعمدهم. بيقول أيضا هذا المسيحي هذا يحبون الجميع والجميع يضطهدونهم ويقتلونهم، ولكنهم بموتهم يربحون الحياة. شوف
ما أسمى المسيحيين الأولين كانوا، وطبعا في مسيحيين اليوم قديسين كثر أكيد، ونذكر بتأثر قداسة البابا شنودة اللي كان مسيحي فعلا وكان يجمع بين الحكمة والبساطة. المسيح قال كونوا حكماء كالحيات، كونوا بسطاء كالحمام. فالحكمة هي أولا ثم البساطة، فما بطلب البساطة لحالها لأن البساطة تقتل، ما أكون بسيط وأخسر كل حياتي. والمسيح قال كونوا حكماء كالحيات ودعاء كالحمام فكان قداسة البابا شنودة كان يجمع بين هذول الاثنتين، كان حكيم وكانت كان صلب في مقامه، في نفس الوقت كان بسيط ووديع. فالقديسين يملؤون الأرض وموجودين، وإحنا يريد نتمثل فيهم. بيقول أيضا يعيشون فقراء وبفقرهم يغنون الكثيرين، يعني هم فقراء ولكن هم أغنياء بالمسيح. وهنا في زي ما شفنا في سفر الرؤيا بيقول لأنك بتقول إنه أنا غني ولا أحتاج إلى شيء، فهنا المشكلة، هنا خطر الغنى، إنه أنا غني في أنا كمسيحي أنا إلي رسالة إني أكون غني. أنا الرب أعطاني هاي الرزقة مش عشان أنا أتمسك فيها وأتمسك في الدنياويات أكثر. فأنا بعرف ناس أغنياء بيساعدوا الفقراء بشكل مش طبيعي وبدون ما يعلموا، مش في العلن، بيساعدوا الفقراء من تحت الطاولة، وهذا ربنا مباركهم ومعطيهم أكثر وأكثر. هذول ناس فعلا قديسين بيعيشوا القداسة والمسيح حاضر في بيتهم وفي حياتهم وبباركهم وبعطيهم أكثر وأكثر. فهيك كانوا عايشين المسيحيين، وامتدادهم إحنا أبناء المسيحيين الحاليين من مارس هاي الفضائل. ولكن للأسف في ناس ماخذين كشور الحياة، ومجرد أنا في عندي أيقونات ولابس الصليب فأنا يعني بيشوف إنه بينه وبين حاله إنه هذا يكفي، يعني يكفي بحسب الميزان تبعه الشخصي. بالضبط، أنا أحسن من غيري، زي هاي اللي زي ما قلنا المرة الماضية اللي رفضها المسيح، صلاة الفريسي، أشكرك يا رب لأني أحسن من هذا العشار، أحسن من كثير من الناس، وهذا هو الكبرياء اللي حاربوا المسيح. شكرا جزيلا أبو جورج على الفيديو هذا، وإن شاء الله الأسبوع لنا جاي إن شاء الله نتأمل في أكثر في ألام المسيح، وإن شاء الله الكل بحضر القداس وما يخاف. في نقطة أنا نسيت أحكيها، في ناس صار يقول لك الخوري هيك والخوري خاطي والخوري، طب أنا بدي أسأله سؤال، لو راح هو مضطر إنه يجدد جواز سفره مثلا وراح على الجوازات ولكن موظف مش مزبوط فاسد، هل أنا بحرد من الجوازات والداخلية وما أسوي جوازي عشان الموظف؟ أنت ما إلك الموظف، الموظف هو خادم والكاهن هو خادم، فإذا الكاهن هو اللي هو من عامة الشعب، إذا كان هو خاطي فهذا ما يعثرك لأنه هذا خادم، وإذا الخادم ما كان في عمله صح الله بيحاسبه، وفي كنيسة وفي سلطة كنسية بتحاسبه. ولكن أنا أهم شيء في الموضوع إنه أنا ما أترك الكنيسة بحجة الكاهن، لأنه أنا الخسران في النهاية. إذا أنا حردت من الجوازات وروحت وما سويت جوازي ما سويت فيزا ما مركت، وأنا نفس الشيء إذا أنا حردت من الكنيسة وما توجس للرب ما اعترفت ما تقربت للمسيح أكثر من خلال بيت الفرح ليا الكنيسة، أنا ما عبرت ما أخذت الفيزا الروحية للسماء، فأنا الخسران مش الكاهن. وشكرا. هو حتى لو آخر شغلة بالنسبة للي حكيته، الناس تيجي أكثر علشان أسبوع الألام، هو في حتى إحصائية عالمية مش بس هنا عندنا في فلسطين، إنه على مستوى العالم الناس اللي بتيجي على أسبوع الألام تحديدا في الجمعة العظيمة دائما مستوى أعلى بكثير من كل أيام السنة، كل أيام السنة أظن حتى اللي متذكر 300% بتطلعوا، يعني إذا كان مثلا بيجي في العادة على الصلوات 50 واحد راح يجي على الجمعة العظيمة في العادة 150 بشكل عام يعني. فإن شاء الله الناس اللي بتيجي على الجمعة العظيمة وغيرهم في الفترة هذه يروحوا
لو مرة في السنة ولا بلاش على سر الاعتراف ويتخربوا وإن شاء الله تصير حياتهم روحية أحسن. وبشكرك كثير على الفيديو هذا، وإن شاء الله برضو إذا صح لنا كمان مرة في أسبوع لا نسجل إشي شفنا شيء طويل وبتكسر. شكرا كثير أبوها.